السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل جدول الضرب. المرة اللي فاتت كنا واخدين رقم ضرب رقم. النهاردة هناخد 11 في أي رقم، 11 في رقم، في رقمين، في ثلاثة، في أربعة، في أي رقم. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أول حاجة، 11 في 5. هنا 11 في أي رقم هيساوي الرقم مرتين، يعني هنا مثلا 11 في 5، هنا الخمسة اهي هتبقى 5 وخمسة تانية جنبها يبقوا 5، يعني مثلا 11 في 2 ب22، 11 في 1 ب11، 11 في 3 ب33، هنا 11 في 5 ب55، مثلا هنا مثلا 11 في 9، 9 وجنبها كمان 9 تانية هيبقوا 99، يعني هيبقوا 99. هنا في هنا 11 في 10. في حاجة تانية في جدول 11، لو اتضرب في أي رقم من دول زي الأرقام ديت كده بيبقى جنبها صفار كتير، بيبقى 11، وهنا بنجيب اهوت الصفر بتاع العشرة، وبعدين 11 في 1 ب11، الصفار اللي على الجنب بتتنقل هنا بعددها، وبعدين بنضرب ال 11 في الرقم اللي جنب الصفار، وبعدين بيتحط هنا مثلا 11 في 100. يبقى هنا اول حاجة الصفرين دول هيتحطوا، اللي هما الصفرين دول اتنقلوا هما هنا، بعدين 11 في 1 ب11، 1100. هنا 11 في 1000، هنا 3 اتحطوا هما هنا، وبعدين 11 في 1 ب11. هنا 11 في 2000، 1 2 3 اللي هما التلاتة دول اللي هما هنا. 11 في 2 ب22، احنا عشان 11 في اي رقم بيساوي الرقم مرتين، فهنا الاثنين هتبقى هي مرتين، 11 في 2 ب22، فديت هتبقى 22000. هنا 11 في 5000 هتبقى هنا 0 0 0 هم عشان دول التلاتة، بعدين 11 في 5 ب55، 5 هي مرتين. هنا حتى لو اربع ارقام اي رقم بتاع الاصفار بيتحط، هنا 11 في 70000، هنا دول اربع اصفار هيتحطوا هما هنا، 1 2 3 4، وهنا 11 في 7 ب77 هيبقوا 770000. هنا بقى نرجع تاني هنا 11 في 11، هنا بقى ده كان 11 في رقم دول، هنا بقى 11، هنا 11 في رقمين، دي 11 اهي، ده الرقم اللي بضرب في 11 اللي هو برضه 11. نكتب هنا ال 11 رقم منها هنا ورقم منها هنا، ونسيب مسافة في النص، بعدين 1 زائد 1 هتساوي 2. هنا 11 في 11 ب121، هنا 11 في 12 نجيب برضو نكتب برضو ال 12، هنا هيت الاثنين اهي والواحد اهو، 12 اهي بس بعاد عن بعض، هنا الواحد زائد الاثنين 3. هنا 11 في 15، هنا الخمسة وهنا الواحد اهوت كده 15 اهي، بس هما بعاد عن بعض، بعدين 1 زائد 5 هتساوي 6. هنا 11 ضرب 18 هتبقى هيت 1، وهنا 8 ما بينهم هما مسافة، بعدين 1 زائد 8 هتساوي 9. هنا بقى 11 في 19، هنا 1 وهنا 9، 1 زائد 9 هتساوي 10، بس هنا مش هينفع تتكتب كده، العشرة مش هينفع تتكتب كده، دي كده غلط، فهتتكتب كده، هنا التسعة هتتكتب اهي، وهنا الواحد اهو، هنا العشرة، هنا لما نيجي نجمعهم على بعض هيطلعوا عشرة، العشرة مش كلها هتتكتب هنا، الصفر هنا والواحد هيتجمع مع الواحد ده، هيبقى 1 زائد 1 اللي موجود ده، يعني الواحد اللي هو بتاع العشرة، بتاع العشرة، زائد الواحد ده هيبقى همت هيبقى 2، فدي هتتحول هيت الاثنين هتبقى 209، دي غلط دي صح. هنا 11 في 63، هنا هوت هنا دي التلاتة ودي الستة، بعدين 6 زائد 3 هتساوي 9، ده كده 11 ضرب رقمين. هنا بقى 11 في 3 ارقام، خدنا 11 في رقم و11 في رقمين، دلوقتي هناخد 11 في 3 ارقام. هنا 11 في 105،
هنا بقى في 3 أرقام. أول حاجة بنجيب أهو هنا الواحد، الواحد أهو، والخمسة أهي. بعدين 1 + 0 هتساوي 1، وخمسة زائد 0 هتساوي 5. هنا إيه؟ هنا 11 × 256، هنجيب برضو هنا الاتنين وهنا الستة. بعدين 2 + 5 = 7، بعدين 6 + 5 هتساوي 11. يبقى 11 زي ما عملنا في المرة اللي فاتت، الواحد هيتكتب هنا والواحد التاني هيتزود مع السبعة، فالسبعة هتبقى 8، فيبقى هتبقى كده. هي أوضح 2816. هنا 11 × 532، الخمسة اهي والاتنين اهي. بعدين 5 + 3، هنا احنا اول حاجة بنجيب الرقم الاول بنحطه هنا، والرقم التاني بنحطه هنا. بعدين هنا بنجمع الرقم الاول مع ده وبنكتب هنا، بنكتب جنب الرقم الاول. بعدين بنجمع الرقم الاخير مع الرقم اللي في النص وبنكتبه جنب الرقم الاخير هنا. يعني هنا 5 + 3 هتساوي 8، هتتحط اهو جنب الخمسة. بعدين هنا 2 + 3 هتساوي 5، فهتتحط جنب الاتنين. هنا 11 × 853، وهنا هوت 8، وهنا 3، وهنا اللي في النص. 8 + 5 هنجمع اهو، هنا كتبنا الرقم الاول وكتبنا الرقم الاخير. الرقم بقى اللي في النص هما بيبقى 3 ارقام، 11 × 3 ارقام. هنا الرقم الاول هوت هنا، والرقم الاخير هنا. الرقم بقى اللي في النص 8 + 5، وهنا هتبقى 3 + 5. فهنا 8 + 5 هيجيب اعلى من 10، هتبقى 13. فالتلاتاشر هتتكتب زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هيبقى 1 اهو هنا، والتلاتة هيت هنا. الواحد هيتجمع مع 8، وهنا 3 + 5 هتبقى 8، فهنا هيتحط 8. وهنا جي المفروض هنا 1 + 8 هتبقى 9، فيبقى هنا اهو 3، وهنا 8، وهنا 3، وهنا 9. هنا 11 × 906، هنا هيت نكتب اهو 9 هنا والستة هنا. بعدين 9 + 0 هيساوي برضو 9، 6 + 0 هيساوي 6. دي سهلة، لما يبقى في رقم، لما يبقى الرقم اللي في النص صفر، في ال 11 × 3 ارقام لما يبقى في النص صفر، الرقم الاخير بيتكرر هنا والرقم اللي في الاول بيتكرر هنا. هنا بقى 11 × 325، ناخد اهو التلاتة هنا والخمسة هنا. 3 + 2 هتساوي 5، وخمسة زائد 2 هتساوي 7. هنا 11 × 453، يبقى الأربعة اهي والتلاتة اهي. بعدين 4 + 5 هتساوي 9، و3 + 5 هتساوي 8. هنا 11 × 727، يبقى هنا السبعة وهنا السبعة التانية، السبعة دي اهي والسبعة دي اهي. هنا بقى الرقم بقى اللي في النص، يبقى 7 + 2 هتبقى 9، وهنا 7 + 2 هتبقى 9، 7997. هنا 11 × 604، الستة اهي. هنا زي ما قلت في المرة الاولى، هنا لو ما يبقى فيه صفر في النص، الرقم الاول بيتكرر مرتين والرقم الاخير بيتكرر مرتين، وهي الستة هي جت هنا والاربعة جت هنا. وبعدين الستة زائد الصفر هتبقى 6، والاربعة زائد الصفر هتبقى 4، فهي الحل اهو 6644. هنا 11 × 4 ارقام، هناخد بقى الاتنين اهي والواحد اهو. هنا 2 + 3 هتساوي كام؟ 5. 1 + 4 هيساوي 5. بعدين هنجمع الرقمين اللي في النص مع بعض، 3 + 4 هتساوي 7. هنا الصفر اهو برضو، هننقل برضو الرقم الاخير هننقله هنا، والرقم اللي في الاول ننقله هنا، ونسيب مسافة كبيرة. بعدين اهو 7.
هنا بقى السبعة زائد الاتنين هتساوي تسعة، وهنا تسعة زائد صفر هتساوي تسعة، بعدين اتنين زائد تسعة هتساوي حداشر، فالحداشر هتتكتب اهو كده، واحد اهو هنا، والواحد التاني هيتجمع مع التسعة، فهيبقى الواحد التاني لما يتجمع مع التسعة، التسعة هتبقى كام؟ التسعة هتبقى عشرة، فهنخلي اهو دي صفر، وهنخلي العشرة بقى، فالعشرة هيجي لها واحد تاني، العشرة هتبقى واحد وصفر، فالواحد هنحطه مع السبعة، فالسبعة هتبقى تمانية، فالإجابة ايه؟ هتبقى بخط أوضح، هتبقى تمانية تسعة واحد تسعة صفر أهي. هنا بقى الرقم اللي في الأول اهوت نكتبه هنا، والرقم اللي في الآخر نكتبه هنا، وبعدين واحد زائد اتنين هيساوي تلاتة، واتنين زائد واحد يساوي تلاتة، وبعدين الرقمين اللي في النص اتنين زائد واحد يساوي تلاتة. هنا حداشر في أي رقم، وفي خمسة برضو هتبقى زي ما بنعمل كده برضو في الرقم الفرد اللي هو التلاتة. واستنوني في الفيديو الجاي هيبقى عن جدول اتناشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.